بنبدأ حلقتنا النهاردة من عواصم العالم اللي بعضها بيستعد لاستقبال الأعمال المشاركة في المهرجانات السينمائية، واللي طبعا بيشارك فيها عدد من الأفلام المصرية والعربية، منهم الشيخ جاكسون لأحمد الفيشاوي والبحث عن أم كلثوم لياسمين رئيس وغيرهم كتير. تعالوا نعرف تفاصيل من التقرير التالي. باتت الأفلام العربية تحظى بنصيب كبير من المشاركة في المهرجانات الدولية وتفوز بجوائز مختلفة من المهرجانات، حيث فاز الممثل الفلسطيني كمال الباشا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم القضية رقم 23 للمخرج اللبناني زياد الدويري الذي شارك في الدورة 74 من مهرجان فينيسيا السينمائي التي انتهت فعاليتها في 9 سبتمبر. أنتوا أصلاً شعب بلا أصل، اللافت في هذه الدورة من مهرجان فينيسيا هو المشاركة العربية المميزة، حيث سجلت 4 أفلام عربية حضوراً جيداً، من ضمنها فيلم مكتوب حبي للمخرج الفرنسي التونسي الأصل عبد اللطيف كشيش، وفيلم اللحن للمخرج الجزائري رشيد هامي. الفيلم الروائي شيوع للمخرجة المغربية ليلى كيلاني شارك في فعالية فاينل كات التي تقام ضمن الفعاليات الموازية لمهرجان فينيسيا، وفاز بجائزة منصة الجونة السينمائية بقيمة 5000 دولار أمريكي، وهي الجائزة التي يقدمها مهرجان الجونة السينمائي لأحد مشروعات الأفلام العربية المشاركة في مهرجان فينيسيا الدولي. وشاركت المخرجة السعودية هيفا المنصور هذا العام في مهرجان تورونتو السينمائي بفيلم ماري شيلي ضمن برنامج عروضه الرسمية التي تنعقد في شهر سبتمبر الحالي. كما يحظى فيلم الشيخ جاكسون للمخرج عمرو سلامة ب5 عروض في الدورة 42 بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، حيث ينافس الفيلم ضمن برنامج عروض خاصة الذي يشهد العرض العالمي الأول للفيلم، كما تقرر أن يكون الشيخ جاكسون هو العرض الختامي للبرنامج. ينفع أعرف اسمك؟ يا دودة جاكسون. ومين والدة؟ أشهر مغني في الدنيا كلها. وفي المهرجان الدولي للسينما اللاتينية العربية لاتينا رب في الأرجنتين تنافست 3 أفلام جزائرية، هي فيلم في انتظار السنونوات وفيلم قنديل البحر وفيلم نولي لمخرجه أمين قابس. سي المومو جامي، زيد تكمل هذا العام كلك بومي. أما الفيلم التونسي على كف عفريت للمخرجة كوثر بن هنية فينافس في الدورة 7 لمهرجان مالمو للسينما العربية التي تبدأ في 6 حتى 10 أكتوبر القادم بمدينة مالمو السويدية، بعد أن كان قد افتتح عروضه الدولية في مهرجان كان السينمائي في دورته 70. مريم شيوش 21 سنة. وفي الدورة السابقة من مهرجان مالمو فاز الفيلم التونسي شبابيك الجنة في مسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان. وين نحاول الرقعة اللي قاعد بلي النجم ترقش نجم ترقش نجم ترقش نجم ترقش ترقش كل نجم.